هي اللي توفى سيدي، جاو قالوا لي راه توفى. وانا خويا كاري ما عنديش اخويا من صباح ما عنديش فين نبات. ودابا السيد خويا خرج اخويا كي جاب لنا داك المعيشه باش كنت نولي كنترزقوا من الله. ودابا جاو قالوا لي راه السيد مات. انا مشويه خويا عليه وما كانش اخويا فين نسكن انا وبنتي. الله يجازيكم بخير لما وقفوا معايا، الله يجازيكم بخير لما وقفوا معايا. انا ما عنديش اخويا فين ما عنديش من غدا ما عنديش فين نسكن. انا كاري اخويا راني كاري ب 20000 ريال وزيد على الماء والضو وداك المعيشه اللي داك المصاريف اللي كيشد من ديال الانتري تاعو كيخلص به الماء والضو والكرا. ولا خرج البحر باش كيجيب لنا باش ما نعيش، ولا ما جابش لنا ما عندناش باش نعيشوا. من الصباح ما كنصبحوا لا باش نتغداو ولا باش نفطروا ولا باش نتعشاو. تعرض لهذوك الناس داروا لي هذوك الشواك. انا سيدي ما قالش لي واه، قال لي راني تلقاو لي. قلت له واشنا مشكله واش هما الشرطه يتلقاو لي؟ قال لي لا شي واحدين تلقاو لي. وفرتك الطريقه اللي فرتكوا لي بها السطل ما عجبتنيش. قلت لي واش مسولك داك الخبيز وداك الحليبه اللي في السطل؟ قال لي لا ما مسوهاش بيريديوم. هادشي اللي قال لي هو. وبقى فيه الحال بزاف ومرض البارح بزاف. قال لي بقى فيه الحال. قال لي قلت له شكون اللي شافك؟ قال لي الناس كلهم قال لي كيشوفوا فيا. قلت لي فين؟ قال لي داير انت داك الشيء باش كيحبسوا. قال لي في بياضه. هو انا اللي هو اللي كان هازهم انا من الدار غادي بي غادي بي باش يلقط المعيشه لبنيته. هما تلقاو لي وداروا لي داك الشواك ولا عوفوا داك الفيديو وشتتوا لي ديك الطريقه. قال لي ديك الطريقه اللي شتتوا لي بها سطيل انا ما درتش ما عجبات. لا ما نسامحهمش، ما نسامح حتى واحد. انا باغا حقي وحق بنتي، ما عنديش اخويا فين تلاح. اسمح لي ما نسامحهمش. هاد السيد هذا عنده بنيه، عنده بنيه اللي عنده تيمشي يترزق عليهم. هو شاد الانتريت ما تيلقاش اللي وكل تيشد هذاك الشيء تيخرج السويلكات تيتهذاك وتنطالب ياخذوا لي حقه. هذيك تقلاب ما كانش يقلبوا لي في سطلو بحال هكاك. راك تشوفوا كل شيء عينكم في هذاك الشيء اللي كيفاش داروا لي. هذيك راه ماشي تعامل يقلبوا لي في التالي زقروا جابوا لي دقيق وجابوا لي داك الشيء. تعامل مسكين عنده بنيه وحده اللي عنده تيمشي يخرج عليهم البحر شاد الانتريت ما تلقاش اللي يصرف عليه ما لقاش كتمشي يخرج تيخرج البحر بالفلوكه تيخرج يجيب لهم داك الشيء. وبنته ما كاينش اللي ما كان هو ما كاينش اللي دخل عليه ما كاينش اللي كسيه وما كاينش اللي عقل عليهم. راه راه كاين مساكن راه معروف هو وراه هادشي اللي بنقول لكم. قال لي قلت قبيله هذيك السيده بنت الخالي لقاتهم كيهينوا فيه وداروا داك التصرفات. علاش ما قالت لي حشوم عليكم ما كانش عليكم تتعاملوا بحال هكايا؟ هانوها نادت هي مشات لهذاك عند الامن وطلعت عند الوكيل. هي ديك صيفطتني باش الحساب غدا باش يمشي يحضر. هو مسكين تاخذ توفى. وانا خويا كنطلب من الله ومنكم ديروا لهاد السيده تاوي الخير مسكينه. كون عندنا غير ما حلت حنا تنا راه هنا ما عنديش انا فين تسكنوا معانا. وهاد المريم مسكينه هي اللي عنده دير لهم بوحيلهم في السطقر وراه هو اللي كيجيب لهم داك الشيء القدر باش يعيشوا. ولا خطاهم هو راه ما كاينش اللي يدخل عليهم. وهي يتيمه ما عندهاش فين تمشي في دارهم في العربيه. ولي عطا الله خويا وهذا والشكر لكم الله يجزيكم بخير.